أنتقل لخبر تاني مهم، حيث أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجهود الدولة المصرية فيما يتعلق بالاستثمار في الشباب، لافتا إلى أن مصر تعمل على الاستثمار في شبابها، إذ تهدف الآليات الجديدة مثل مؤتمرات الشباب والأكاديمية الوطنية إلى تدريب الشباب وتعزيز إشراكهم في عملية التنمية. قال البرنامج في منشور عبر فيسبوك نقلا عن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 تحت عنوان التنمية حق للجميع، مصر المسيرة والمسار، إن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في شبابها، مشيرة إلى فعالية الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وأثرها الإيجابي على زيادة حضور الشباب في الأنشطة والبرامج التنموية وتعزيز فرصهم في العمل العام والمناصب ومؤسسات الدولة. أستاذ عادل، أنا اللي عجبني في هذا التقرير أو في إشادة برنامج الأمم المتحدة إن هم قالوا كلمة حق، يعني في مجهود الدولة بتعمله لأجل الشباب والنهوض بالشباب، يعني محدش بيقدر ينكر يعني حاجة على أرض الواقع. يعني هم شافوا الدولة الجديدة، الدولة المصرية الجديدة بعد 30 يونيو ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان تركيزها واهتمامها الأول، بالعكس في كل خطب الرئيس التركيز الأول كان على الشباب ومنح الشباب الفرصة للقيادة، لأن هم دول المستقبل، بل بالعكس هم دلوقتي اللي بيقودوا بالفعل. أنت بتلاقي يعني في كل المجالات شباب تحت 30 سنة، سواء أعضاء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ، أو بيقودوا مبادرات ضخمة جدا بثقة من القيادة السياسية بعد تأهيل. بتكلمي على الآلية اللي الرئيس وضعها بتاعت مؤتمرات الشباب وتحويله لمؤتمر الشباب الدولي، وبتشوفي المواهب واللي بتطلع من هذا المؤتمر بشكل يثير الإعجاب. الحاجة التالية الأكاديميات اللي تم تأسيسها أيضا لتأهيل وتدريب الشباب على الإدارة وعلى القيادة. احنا كل ده بنشوف دلوقتي عندنا أصبح عندنا نواب في المحافظات، عندنا قيادات شاب بتقود حياة كريمة كلها ما شاء الله. يعني الشباب اللي بيقودها المبادرات، كل المبادرات اللي بتعمل بتشوف القائمين عليها من الشباب، الأعضاء مجلس النواب اللي الشباب الصغير اللي هيقودوا، هم دول اللي هيقودوا بعد كده بالفعل، هم حاليا بيضعوا أسس القيادة للمستقبل. فهناك اهتمام واضح من القيادة السياسية بالشباب، يعني عايز اقول بالفعل واقع على الارض، وده ملحوظ، وده اللي بتشيد به كل التقارير الدوليه المعنيه، واشار ليه تقرير التنميه اللي صدر، التنميه البشريه اللي صدر مؤخرا، وبالارقام احنا بنتكلم الشباب يتضمن العنصرين الفتيات والشباب. فبالتالي انت بتتكلم على اهتمام واضح وبالغ الاهميه دي من الدولة على عنصر الشباب، لأنه تكلم على دولة شابة، يعني مش دولة عجوزة، مش دولة شاخت، لا تكلم على 65 مليون أو أكتر من 65 مليون ما بين سن 15 إلى 35 أو 40 سنة. يعني تكلم على دولة بالفعل يعني العنصر الغالي فيها هم من الشباب، فبالتالي من حقهم بالفعل ان هم يقودوا، من حقهم ان هم يلاقوا الفرص المناسبه للتعبير عن نفسهم. اعتقد ان هم نجحوا وبنسب كبيره جدا للتعبير عن نفسهم من خلال الاليات. احنا دوله شابه، يعني صحيح 60% منها شباب، لكن كانت مشكله الشباب في الاول انه مش لاقي نفسه، هو لقى نفسه جوه بلده الحمد لله، يعني خلينا نقولها كده، ابتدى يلاقي نفسه. عدم الثقه ده اللي كان دايما للاسف، ايوه عدم الثقه، يعني الانظمه السابقه في ال 40 سنه اللي فاتوا او 50 سنه اللي فاتوا انه ما كانش عنده ثقه في الشباب ممكن يكون، لكن اعتقد انه بعد تولى الرئيس واهتمامه بالشباب وعمل عام للشباب واليات الشباب دي كلها والاهتمام ومنح الفرصه، انت بتشوفي الشباب اللي احنا بنشوفه سواء اعلاميا او اللي مش مسلط عليهم الضوء، يعني ما شاء الله عندهم القدره على القياده والاداره الناجحه، ومش عايز اقول لك وبحماس وطني وباحساس وطني عالي جدا، بسبب احساسه ان هناك ثقه بينه وبين الدوله اللي اعطته المسؤوليه ان هو يكون قائد واداري في المكان المكلف فيه.